هو انا ممكن افركش الخطوبه؟ انا هقولك في الفيديو ده امتى لازم تفركش الخطوبه، بس الاول تعالي نتفق ان مفيش فينا حد كامل وكلنا فينا عيوب، بس ايه هي العيوب اللي لو لقيتيها تبقى دي جرس انذار؟ لو اكتشفتي انه ما بيصليش حتى لو كان في صفات تانيه كتير حلوه، لان الصلاه دي علاقه العبد بربه وهو قاطعها يبقى هيحافظ عليك ازاي؟ 2، البخيل. علماء الدين اجمعوا ان دي اكتر صفه من الصفات الذميمه، ايوه، لانها بينتج عنها صفات تانيه كتير وحشه. البخيل مش بس بخيل في ماله، بيبقى كمان بخيل في مشاعره، بخيل في كلامه الحلو. البخيل ده ممكن يستخسر يضحك في وشك عشان ما تطلبيش منه حاجه. 3، البصباص. ايوه، اللي عينه زايغه، اللي طول ما هو قاعد معاكي عينيه رايحه جايه على بنات تانية، ده بلاش منه. 4، الودني. تقعدوا مع بعض تتفقوا على حاجات بتفاصيلها، واول ما يروح البيت كل ده يتلغي ويجيلك تاني يوم بكلام جديد تماما. طبعا عارفين هو ودني مين. 5، الغلاط، اللي كل مشكلة تلاقيه دايما بيغلط فيكي، ده بقى تجري منه. القماص، اللي هو مش هين لين في خصامه، تلاقيه لو خصمك فجر، ودي صفة من صفات النفاق اللي حذرنا منها سيدنا محمد، اللي دايما تلاحظي مع كل خلاف بينكو يفضل مخصمك أيام كتير جدا وعمره ما يبدأ بالصلح، تلاحظيها مرة واتنين وتلاتة، دايما انت اللي لازم تروحي له، حتى مش شرط ان هو يعتذر، حتى ما بيجرش معاكي ناعم مثلا، انت اللي لازم تروحي وانت اللي لازم تعتذري حتى لو مش غلطانه. مش بس كده، ولما تروحي وتعتذري ممكن كمان يقعد يقطم فيكي، ده بلاش منه. 7، اللي دايما تلاحظي وانت قاعده معاه بيتكلم عن علاقه سابقه ليه بشكل متكرر وبصوره ملحوظه، ده تخافي منه. 8، اللي دايما بتلاحظي انه بيحاول يكرهك في اصحابك، بلاش فلانه دي حقوده وبتغير منك، بلاش علانه دي انا مش مرتاح لها، تحسي انه هو عايز يبقى لوحده في حياتك، وده دايما بيكون عنده حب تملك، ده برضو بلاش منه. اللي دايما بيسالك عن مرتبك، بتاخدي كام، بتصرفيه في ايه، بتلاقيه بيحاول يتدخل كمان في موضوع مصاريفك دي. اعرف كمان رجالة كتير جدا وهما بيدوروا على عروسة بيبقى شرطهم انها تكون بتشتغل عشان تصرف على نفسها، ده بلاش منه. 10، اللي دايما بينك وبينه مشاكل مستمرة كل يوم والتاني خناقة، طيب بتعملوا كده ودي المفروض تبقى احلى فترة، بعد كده هتعملوا ايه؟ يبقى كده احنا قلنا كام؟ 10 عيوب. ايه هما؟ ما بيصليش، بخيل، مادي، ودني، ابو عين زايغه، غلاط، قماص، بيحاول دايما يكرهك في صحابك، بيتكلم وهو قاعد معاكي عن علاقات سابقه، واللي دايما مشاكلكوا كتير. دول بلاش منهم. هتقولي لي هي دي بس العيوب اللي اخد بالي منها؟ لا طبعا، في عيوب تانية كتير، بس دي ممكن تبقى نسميها العيوب الثانوية، اللي هي بتبقى على حسب وجهات النظر واختلاف الشخصيات، يعني اللي انا اعتبره عيب ممكن انت تعديه وتوافقي عليه، واللي بالنسبة لك يبقى عيب ضخم جدا ممكن عندي انا ما يبقاش بالضخامة دي، بتختلف من شخص لتاني. ودي هتعملي فيها ايه؟ دي هتعملي موازنة عشان تقارني بين المميزات والعيوب، هتكتبي المميزاته وعيوبه، لو لقيت ان عيوبه اكتر من مميزاته يبقى هنا لازم تفركشي الخطوبة. بس ما تنسيش زي ما اتفقنا قبل كده، فترة الخطوبة لازم تبقى فترة مناسبة عشان نقدر نكتشف بعض،
عشان الطبع الأصلي يظهر ويغلب التطبع. ناس كتير تقولك لا لا ما تطوليش فترة الخطوبة عشان بيحصل فيها مشاكل. طيب احنا خايفين من المشاكل اللي هتحصل من طول فترة الخطوبة ومش خايفين ان ده شخص هنعيش معاه عمرنا الجاي كله؟ ده عمر مش حاجة بسيطة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، لو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتس وانا هرد عليكم بنفسي.